اذا انا مشاهدي شفت بي تحيه طيبه لجميع المتابعين، كنحييكم مدينه وجده في هذه الاجواء المسائيه بطبيعه الحال. اذا الاخوان الاخوات حنا كنتواجدوا في الطريق ديال بن قاشور، هذه الجريده اللي كاينه في الدار ديال دي سي زيري بن عطيه معروفه الجريده الصغيره. حنايا امام هذا العمود الكهربائي اللي فوق ما كطيح الشتاء كيوقع لنا تماس كهربائي، يعني يجي دايز اي واحد غير يمسو بيدو ولا شي حاجه راه كما كنقولوا حنايا لاماس، فيه لاماس يعني هذا الله يستر يقدر يقتل شي واحد في اي لحظه. اللي نحاولوا نقربوا بهذا الحال بحذر، هذه الحديده يلاه داروها ولكن كي كطيح الشتا كتدخل من هنا كيضرب. هذا دابا السيد مول الحانوت تحفظ انه يهضر وصاني قال لي الله يجازيك بخير، قال لي عندك دير يدك تما راه كيضرب. اذا للاسف هو بعدا ديجا اللمبه في الليل ما خداماش طافيه، ولكن كيشكل خطر على المار يعني يجي تقدر توقع له بحال الواقعه ديال مدينه التوريد في هذيك الجريده لواحد الوليد اللي ضربوا الضو قتلو سير بلاص مات بحال هكا. اذا كنتمناو انه من الجهات المسؤوله يجيو يشوفوا هذا المشكل ديال هذا التماس الكهربائي، لان بعض المرات كتشعل النار تما قال لك سيرتو كي كتطيح الشتا مع كيدخل الماء تما كيبقى يعني شرارات ديال النار بطبيعه الحال. ناهيك عن الكهرباء يعني راه دايز في هذا البوطو هذا يعني تقدر تخش فيه الضرب قط هذا اشكال. وهاد الجرده هادي اللي كما كتشوفوا معنا اللي كانت من اجمل الجرادي وللاسف جايه في واحد المنطقه اللي راقيه جهه حمام قاشور شارع رئيسي، شوفوا كي ولات الدائره ما كتسقى ما كتقاد ما حتى شي حاجه كاع تكرفصات في الليل كيجيو كيجلسوا هنا الشمكاره للاسف. كما كتشوفوا معنا العمود الكهربائي هو اللي مضوي على الجرده اصلا طافي في الليل ما خدامش ودابا فيه تماس كهربائي، يعني دابا اي واحد غادي يجي يمسو بيدو غادي يقدر يضربو الضو الله يستر. يعني هذه مساله خاص الجهات المعنيه تتحرك خصوصا جماعه مدينه وجده. كنظن هذا المشكل بسبب شي اكسيدون ولا شي حاجه في هذا البوطو من تما هو واحد هذه المشكله كي كطيح الشتا قال لك كيشوفوا النار كتخرج من هنايا كي كطيح الشتا راه كتدخل لداخل هنايا محيط هذه راه الكلوله ونسديو باش مزيان كيدخل الماء لداخل كيوقعوا شرارات ديال الكهرباء على الحال. يعني بحال هادو راه كيشكلوا واحد الخطر على السكينه ديال مدينه وجده وعلى الماره اللي كيدوزو من هنا. اذا هنايا كاين لا كلينيك ديال لاسينيساس ومفاس ليها الجريده ها هي اللي خصها واحد الاهتمام كبير بطبيعه الحال. وهنايا هاد البوطو نتمناو الميساج يكون وصل بطبيعه الحال للمسؤولين. هذا راه كيشكل خطر، هذا راه اي واحد يجي يمسو دابا راه يضربو الدو راه فيه كورون دايز بهذا المعنى هذا.